أيها الطالب العزيز، مع بداية العام الدراسي الجديد عليك أن تنظم وقتك وتضبط مواعيد النوم والاستيقاظ والمذاكرة والترويح عن النفس. فلا ينبغي أن تبدأ عامك الدراسي الجديد دون خطة منظمة، لأن التخطيط الجيد لأي عمل يوصل صاحبه إلى تحقيق هدفه. النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً من أهم أسباب النشاط، وممارسة الرياضة نافع جداً لتقوية الجسم وتنشيط الذاكرة. أما السهر والاستيقاظ المتأخر فإنه ضار جداً، وهو مدعاة للخمول والكسل طوال اليوم. ومن نظر في أخبار الناجحين يعلم أن كل واحد منهم كان يبدأ يومه قبل شروق الشمس. فنظم وقتك، وضع خطتك، وامض نحو هدفك والله معك. عزيزي الطالب، إن من أوجب الواجبات التي يجب عليك الالتزام بها احترام النظام المدرسي. تقيدك بالنظام في مدرستك ليس تقييداً لحريتك، وإنما هو ضمان لسلامتك. تتجلى فيه أخلاقك وصورة ما تربيت عليه في بيتك. إن احترام النظام المدرسي يتمثل في أمور كثيرة، منها ارتداء الزي المدرسي والحفاظ على النظافة العامة وعدم مغادرة المدرسة دون إذن رسمي، إلى جانب عدم رفع الصوت على المعلم مهما كانت الأسباب والدوافع. كما يشمل النظام المدرسي الوقوف في الطابور الصباحي ثم التوجه إلى المقاعد الصفية وغيرها الكثير. فلا تقصر في شيء من ذلك، تنل كل خير وتوفيق إن شاء الله.